الجميل سرحان في ايه؟ ولا حاجة. أخبار البنات الجديدة إيه؟ فل الفل. الواد فردي عمل الواجب وزيادة وخارج يشكر فيهم. أنا حتى سايبه بيعض في كيلو عكاوي لوحده. والبت بازوكا قبلت الوضع الجديد ولا لسه؟ لا، بازوكا قلبها خاشع من ساعة ما شافت حسام بيه، ما تلاقيش منها خالص. هما بس يعدوا شوية الزعل دول. العشرة برضو ما تهونش إلا على ولاد الحرام. نعم، تقصد إيه يعني؟ لا والله مش قصدي ألقح بالكلام، هما بس يعني هياخدوا لهم يومين تلاتة زعلانين على عشرتها معاهم. يعني انتي برضو ما عشرتهاش زيهم. دي وليه ما يتزعلش عليها؟ وبعدين هما زعلانين على أمهم، يعني دي ست سوا. بقولك ايه، فاكر لما سلمتني لحسام بيه؟ أهو السحر اتقلب على الساحر. أصلا الولاية دي مش كويسة من جوه، نيتها كده مش صافية، يعني قلبها مش سليم. هي ست زبالة أصلا، ما تعكريش مزاجك. هي غارت في داهية. اسمع، أنا عايزة البيت ده يمشي كل حاجة زي ما كانت ماشية فيه بالظبط. البيت ده من هنا ورايح له صاحبة تمشيه، والكل يمشي بأمري، ستات ورجالة. ماشي ماشي يا أبلة طوحة. هاتي أخويا نفس. هات.